يلا ليك طب السجن قشمر سيد ابو سيدك لا تطببنا للسجن والله بعد ما اعيدها ولك الطب لا العب بك ملاكمة قشمر لا لا سيد والله هسه راح اطب والله بس اوقف هسه راح اطب يلا وحضر نفسك على مود شوية بعد اتفرغ لك نلعب ملاكمة سيد والله ما اعرف العب ملاكمة دخيلك لا شو تريد لك العب لك طوبة لك طب اليوم اسوق جسم الملاكمة طب فوف هالسوني سويت ولو أصدقاء السوء هم يلعبون دور هالسوني متندم يقش على راسي شل بهاي السالفة ما تقلي وجمال الطشارة متحلف بيه كيف أنا أتحرش بالبنات يا أخي شلون أنا فهمه وأقول له والله بعد ما أتحرش بالبنات وجمال هسه شوية بعد يريد يجي لأبويا ملاكمة إنه شوف الدوشة كلها طحالي بدري شنو متروس ترس وصخ لك 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 شوف هذا ايش كاتب كاتب احب جدوته ولك هاي ايش قد مدمر تلعت هاي البنية الله يساعده ولك داس صوتك لك لا تظل تلغي ولك هساني ايش حكاني اسكت والله ما لخلق البسطة اوف اوف والله لا اطلع من السجن والله صير خوش آدمي يا الله دخيلك ساعدني يا الله يمها شنو لك هاي فارش بيك بس والله خرعتني السلام عليكم حضرة الضابط وعليكم السلام ورحمة الله تفضل حجية اهو هم لك حجية اتسلم بيها راسي اشلون حجية اش قلتي ما سمعتك لا خلا ما اريد شي فقط اريد اطلع واحد من السجن اي حجية المن تريدين تطلعين وشنو اسم المتهم الكامل والله يما ولد حليه وشعر جازي ما ينزلك ايه حجية هسه شون انا اميز كوما سجن عيونهم زرق وشعرهم جوزي شنو اسمه يما اسمه سرحان 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 ها هذا اللي عند قضية التحرش مو ايه هو اللي انا يعني اشتكيت عليه حجية هو مو بس واحد مشتكي عليه عليه شكوتين لازم الطرف يعني يتنازلون عنه حتى نسقط الدعوة اوه هذا من المشتكي على حبيبي مشتكي على حبيبك هاي شبيك حجية ترى هو الولد بجد ابنك هالكلام المهم من المشتكي عليه حجية المشتكي عليه ابنية واسمها سمية تمام يما وصلوها حاجة تسقط الدعوة تمام حجية روحي جيب البنية على مود نسقط الدعوة حضرة الضابط هاي البنية جبتها حبيبتي سمية تتنازلين عن الولد اللي قمت عليه الدعوة؟ ايه حضرة الضابط اكيد تتنازل حجية رجاء كلامة مو وياك ويا البنية اي سمية ما قلتيلي تتنازلين عن الدعوة لو لا؟ اي حضرة الضابط اتنازل بس المهم ما يكرر الخطأ نفسه تمام حبيبتي تعالوا وقعوا اثنيناتكم على مود اخلي سبيله لك ها قشمر والله باخذ سقطت الدعوة الف الحمد لله وشكر رب العالمين الف الحمد لله اي ولك احمد ربك وشكر قشمر لتسوق جسم الملاكمة ألف الحمد لله والشكر سيدة ألف الحمد لله والشكر إن شاء الله بعد ما عيد هالسوالف إيه عافية عافية سرحان عافية يلا مشي وراي السلام عليكم سيدي وعليكم السلام أهلا سرحان شوف سرحان ذن البنات تنازلا عن الشكوى فالمطلوب منك تمشي عدل وما تتعرض أي فتاة تمشي قدامك أو حتى وراك ما تتعرض لأي فتاة وإنت راح توعدني تمام؟ تمام سيدي بعد ما عيدها وعدك سيدي تمام سرحان بس إذا عادت راح تكون العقوبة أشد تعال وقع تعال الله يوفقك